الكرة عشان ترجع الأشياء لحقيقتها وعشان إنه الكل يكون قاعد في كرسي ويستحق الحقيقي. لأنه نحن فترنا من القصة بتاعت التغبيش المستمرة للوعي، فترنا منها والله العظيم. لأنه لا يمكن إنه الآن الدولة السودانية فيها يعني غرابة 11 نهر والفيها امطار والفيها اراضي كبيره والفيها مياه جوفيه والفيها معادن ويورانيوم والفيها والفيها والفيها، يكون ان الان مواطنه يقيف ويبيد لاجل رغيفات تزيد رمق الجوع. ده نحن ما شاهدنا حتى في عهد الكيزان الحراميه الوسخين الخايبين، ده ما شفنا. شفنا في عهدكم انتوا يا المثليين، شفنا في عهدكم انتوا يا الدايرين، يعني يا فيكم مشاكل من صغركم. شفنا في عهدكم انتوا يا البتنادوا بتحرر المرأة كامل، شفنا في عهدكم انتوا بتحتفلوا بشنو بإلغاء قانون النظام العام، شفنا في عهدكم انتوا، شفنا في عهدكم المواطن السوداني الآن بيزل بيتهان عشان انه يركب مواصلات، المواطن السوداني بيزل بيتهان عشان انه يتحصل على الدواء، المواطن السوداني بيزل بيتهان عشان انه يلقى له رغيفات تسد رمق الجوع بتاعه له ولصغاره ولكباره. شفنا المواطن السوداني الان يزل بيتهان عشان يتحصل على بعض الجنيهات اللي هي تاتي بحليب لاطفاله في البيت اللي هو اللي كان زمرت للحليب كان ب 15 جنيه الان ب 80 جنيه. احنا تاني ما بنقبل يحصل لنا اي عمليه، لا نقبل يتحصل لنا اي عمليه بتاعت اختطاف لمجهود يقوموا باولاد الغلابه، اولاد الكادحين، اولاد المزارعيه، اولاد الطبقه العماليه الحقيقيه وليس الشعارات. شوفوني هنديل الان الحكومه بتاعت حمدوك دي فاولاد الطبقه العماليه، شفتوا وزراء ديل كلهم ناس جوازات اجنبيه. الان البلد دي تكتب من يزلقش على سفرته، حكومه كلها بتاعت مغتربين، كلها حكومه بتاعت ناس زي ما بيقولوا يعني هنا حجابرنا شنو احنا نستعمل بلي زي ده، نعين في عطاله ونديهم في قروش ومرتبات، المرتبات والقروش بتمشي للعطاله، ما يسموا بمجلس الوزراء ده حقه تمشي الان للاطفال اللي ما لاقين اللبن بتاع الاطفال ده، حقه تشتري في لبن بتاع اطفال يوزع لشنو؟ في مستشفيات لكل الحريم اللي بيلدن ديل، لانه حيلدن المسكينات وما عندهم حق لبن الاطفال بتاعه. حجابرنا شنو احنا نصرف عليه عطاله؟ عطاله في ناس بينتقدوا انه الكلمه بتاعت عطاله واذا لم ما يكون عطاله اللي يطلعونا من الدرك الاسفل بتاع الدوله السودانيه دي الان فيه، اللي يطلعونا القحاحيد ديل اللي يطلعونا من الحكومه دي استلمت حتى الان. فيكم من السمع بانه ما يسمى بقوه الحريه وهي لا حريه لا تغيير؟ منو فيكم السمع الناس ديل الان اجتمعوا يوم واحد دايرين يناقشوا اشكاليه المواطن بتاع قفه الملاح؟ منو؟ ما في كلام زي ده. كرسيك يا اخي الناس ما بيمثلونا ولا بيشبهونا، ما عندهم معانا اي علاقه. عشان كده الان حتى الناس الجو بالسلام وحتى الناس الجو باتفاقيه الجوبه دي الان الناس ما قبلها النون. بالمناسبه اكثر ناس ضد السلام واكثر ناس ضد انه تكون في عمليه بتاعت استغرار وعدم قتل لبعض الضعفاء والمساكين واصحاب المصلحه الحقيقيه والاكثريه الصامته في الدوله السودانيه، هؤلاء هو الحريه والتغيير. وده ما كلامي انا، ده كلام المارشال من نركي مناوي، في قناه النيل الازرق، ده ما كلامي انا ده. عشان ما يجيني واحد اهبل ينطلينا يقول لي كده ولا كده. فلذلك نحن بنقول الان مهما تمارسوا عملوا لنا كميه من الشير يا شباب، كميه شيرونا يا شباب كثير.
عشان كده نحن الآن بنقول مهما من تمارسه من عملية بتاع التغبيش وتحشيم لوعي لاختطاف بتاع عقول لكله ما بيجدي نفعا. الآن الشيوعيين عليكم إنكم تفهموا تماما، معركتكم اتحولت من الإسلاميين، ده حيكونوا عارفينها تماما. المعركة الآن معركتكم الآن بقت معركة مفتوحة مع الشعب السوداني، لأنه نحن كسودانيين كمواطنين لما نجي نحن نغاري ما بين الفترة السرنة فيها ضد الإنغاز وضد عمر البشير بنلقى رقبتنا كنا في جنة. ما نحن نتكلم كلام حقاني، إذا كان نحن جينا غارنا ما بين إنه نحن سرنا ضد عمر البشير والمؤتمر الوطني والإسلاميين الحرامية والكلام ده ما في مشكلة، غارنا الفترة دي والفترة دي والله بنلقى رقبتنا كنا في جنة. وليه ما تلقى رقبتك كنت في جنة؟ وليه أنت ما تقول يعني ليه الآن في بعض الأصوات، بالمناسبة الأصوات اللي بتنادي بتقول لك يا حليل الكيزان دي أكتر أصوات حقيقية هي مديوسة بقفة الملاح ما أصوات شعارة. لأني أنا لما أجي أشتري بمية جنيه لبن الأسرة كله والآن أشتري لبن اللبن بتاع الأسرة بسبعمية بثمانمية جنيه بقول يا حليل الكيزان، ما أنا ما داير شعارات، أنا ما داير شعارات تقول أنا باكل شعارات، أنا باكل شعارات في قفة الملاح، أنا بشرب شعارات بدل الحليب، الشعارات دي بتبقى لكم باي الشاي وتبقى لي السكر. ما أنتوا غالبكم تفهموا، غالبكم تفهموا المزاج العام بتاع الشعب السوداني، وغالبكم تفهموا لماذا انتفض الشعب السوداني على نظام عمر البشير. هل الشعب السوداني انتفض عليه نظام عمر البشير عشان مشكلته انه داير قوانين النظام العام انه تكون ما فيش، وداير بناته يسمحن ويجن الساعه 2 3 بالليل؟ ابدا. هل الشعب السوداني صار عشان انه مشكله لبعض من المكونات دي عندها مشاكل ملازمه للصغورة، عندها مشاكل حاجات شافتها بعينها، حاجات اتعملت فيها، حاجات اللهم مخيرين. احنا عملنا لي ثوره عشان نحل مشكله الزول عنده مشكله في دبره؟ يا اخي ده كلام فارغ. شنو حقوق المثليين وحقوق ما تعرف قانون سيداو نوقع عليه، وزواج غير المسلم وزواج المسلمه من غير المسلم؟ احنا ما لنا معنى الكلام ده. ده بيبقى باميه، بيبقى عيش، بيبقى زيت، يبقى سكر، يبقى بصل. نحن دايرين مناقشة قفة الملاح. شعب السوداني صار لأجل إنه قفة الملاح هي ترخص. القحاحيط غالبون يفهموا الكلام ده، غالبون يفهموا الكلام ده. يا أخي أنت الزوج جعان في بطنك والزول عيان غالبه يتعالج، يا أخي رقد له الدواء ده في متناول اليد، ورقد له الاكل والشراب ده في متناول اليد، بعدين يا اخي بعدين تعال تحدث له عن حريات وعن النظريه الماركسيه والنظريه الاقتصاديه والنظريه شنو ولا لا، تعال تفلسف بعدين يا اخي. ده ما عنده حق بتاع حبوب البنادول، حبايه البنادول بقى ب 10 جنيه، البنادول ده بقى ب 10 جنيه، حبايه بتاعت الصداع ده بقى ب 10 جنيه. زمان 10 جنيه تديك تضرب كان سبقة واحد. بعدين مناسبة الدقن اللي ما توفقنا فيها حلقنا دي الليلة ولا أمس. الشعب السوداني ده كله ده حفر وحيعمل دقون رجال حنفس، لأنه في موس ب 10 جنيه دي كعب، وفي موس ب 15 جنيه. كمان العشرة جنيه تجيب لك باكت كامل بتاع مواس. انتوا شنو ما غليتوا؟ جايين الان تنزلون مكاتبكم الفنيه يا قحاحيط، جايين الان تنزلوا مكاتبكم الفنيه في الشوارع في مدرمان وفي غيره عشان تشتغل شغل مسبق
للشعب السوداني، لانه انتم عارفين الغلط جاي بسببكم، وباعتراف وزير الطاقه بتاعكم انه الان لما المصفى بتاع الجيلي انه هو حيكون في اطار النظافه لمده شهرين، انتم براه هو تحدث وقال انه حتكون الاسعار مختلفه لانه الجنيه يعني قيمته خوفا انها تتفقد وما تتفقد وكلام زي ده. يا اخي انت راجل مستعبل ولا مسكين يعني؟ دولارك ب 260 ولا 270 يعني؟ فبالتالي انت الان بتتحدث لي عن الجنيه بتاعك يعني، بتتحدث عن زياده في الوقود غادي، وبتتحدث على طيب زياده في الوقود غادي، والان الكورونا انتشرت، والكورونا دي الدورة دي سبحان الله بس متخصص قحاحيط بس. الله يا اخي نحن برضو نقول الانسانيه في الدين الاسلامي المشبعين بها والمشبعين بها تجبرنا نقول ربنا يشفيهم، نقول ربنا يشفيهم. وبالتالي عندك يا اكثر حاجه في الموضوع ده واحده كانت يتونس معاي قبل قليل يعني، بعدين قال لي يا اخي القصه دي ماشي لابين، قلت له القصه دي ماشي لتطبيق شعار الحلف البل، تطبيق عملي تشوفه بعينك وتحسه وتمسكه قد بيدك، تشوف الحلف البل ده جد 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 دي البلد ماشي عليه كده، الناس دارية تطبق الشعار ده، بقى يضحك، قلت له عليك الله مالك تضحك؟ قال لي يا اخي فطرنا الناس، قال لي بيفتح، قال لي